يعطيكم العافية. اليوم وصلنا تشكيلة كبيرة من شركة إكستار. بخصوص شركة إكستار، هي شركة متخصصة بليتات الغوص بالإضافة إلى الشواحن. طبعا راح نعرض لكم أول شيء فئة الشواحن، وبعدها ندخل معاكم على ليتات الغوص. بخصوص فئة الشواحن، فهم مسوين أكثر من فئة، بداية من الفئة الاقتصادية. فعندك مثلا شاحن البطاريات حق بطارية واحدة من الفئة الاقتصادية راح يكون قيمته دينار ونص، وأغلى واحد فيهم راح يكون قيمته 3 دنانير. بعدها ننتقل طبعا إلى الفئات الثانية. في عندنا فئة الاس، وأيضا فئة الفي، ومن ضمنهم أيضا فئة الاكس. فكل فئة يختلف فيها سرعة الشحن، أيضا متوفرين بأكثر من حجم. ففي عندنا حجم البطاريتين أو الأربع بطاريات، وأيضا 8 بطاريات. طبعا كل واحد منهم له ميزة، وهذا أقوى موديل فيهم، موديل دراغون. راح يكون فيه مع الشاحن، طبعا الشاحن راح يكون موجود داخل الجنطة، راح يكون مع الشاحن كيبل يفحص لك البطارية، تحطه على الموجب والسالب ويطلع لك قراءات البطارية بالضبط. طبعا غير الشواحن هذه الأساسية اللي تشوفونها قدامكم، في هذه القطعة. طبعا هذه القطعة تقدر تركبها على أي مخرج USB، راح يكون فيها إضاءة حق الاستخدامات الخفيفة. وأيضا عندهم فئة الشواحن اللي تعتبر باور بانك. طبعا هذه الفئة اللي قدامكم في منها أكثر من موديل. فكرتها أنك تحط بطاريتين ليثيوم وتقدر تستخدمه كشاحن تشحن فيه البطاريات، بالإضافة تقدر تستخدمه كباور بانك لما تحط البطاريات داخله. إذا كانت البطاريات فل ففي منفذ USB Output تقدر تستخدمه كباور بانك إذا عندك بطاريات ليثيوم. وفي منهم أكثر من موديل، موديل راح يعطيك إشارة على إيش كثر فيه بطارية، وموديلات فيها العداد بالمية نفس هذين الموديلين. وأيضا عندك هالموديل الصغير حق بطاريات التريبل اي والدبل اي، تقدر تشحن فيه يا اما تريبل اي او دبل اي، وايضا تستخدمه كباور بانك. فهذه فئة الشواحن اللي رويناكم اياها. حاليا ندخل معاكم على فئة اضاءات الغوص، وحاليا ندخل حق فئة الاضاءة من شركة إكستار. طبعا اول شيء في عندنا الجنطة هذه متوفرة من شركة إكستار، راح يكون فيها نظام المولي سيستم اللي بتعلق عليها اغراض من برا، ومن الداخل فيها تقسيمات تفيدك تحط فيها اغراض سواء بطاريات او الليت مالك، الشاحن والامور هذه، تقدر تستخدمها حق اي ليت او اي استخدام ثاني. بخصوص اضاءات شركة إكستار، فعندنا 3 موديلات. موديل ليت الميدالية قوة 650 لومنز، بالإضافة إلى ليت التكتيكال، وأيضا ليت الرأس راح يكونون ضد الماء لكن مو حق الغوص، يعني مسافة متر ما راح يكون في عليهم أي إشكال، لكن بالغوص ما راح يضبطون لأنهم مو ليتات غوص، ليتات حق الاستخدامات العادية. بخصوص ليتات الغوص، فالفئة متنوعة، بداية من أصغر موديل راح يكون بقوة 1000 لومنز. طريقة استخدامه هي الفر، مجرد ما تفر الليت بالشكل هذا راح يشتغل معاك. طبعا حاليا احنا مو مركبين فيه البطارية، وراح يكون فيه منه موديلين بقوة 1000 لومنز. ايضا عندنا D06 راح يكون بقوة 1200، وطريقة تشغيله تختلف عن طريق الرفع او التنزيل، تقدر تستخدمه، وهذا هو حجمه بالايد. طبعا في نفسه بقوة 1600 لومنز، وايضا فئة D30 قوة 1600 لومنز، طريقة تشغيله عن طريق الفر، وفي نظام
القفل اللوك. فإذا قفلت الليت ما راح يطفي معاك أثناء الاستخدام إذا أنت تحت الماء. طبعاً في ثلاث طرق تشغيل، يا أما رفع أو فر، أو عندك الطريقة الثالثة اللي قدامكم، فتقدر تختار على حسب الأنسب لك بالاستخدام. طبعاً كلهم معاهم بطارياتهم، فتقدر تركب البطارية وتستخدم الليت على طول. طبعاً الفئات الأعلى عندنا على سبيل المثال الدي 26، في منه موديلين لونين إضاءة، اللون الأبيض وأيضاً اللون الأصفر. هذا أكثر ليت عليه طلب. بالنسبة العمق راح يكون على كل ليتات الغوص 100 متر. هذا قوة إضاءته 1100 لومنز، راح يكون معاه الشاحن وبعض الإضافات بالإضافة إلى الجنطة الخاصة فيه. عندنا الفئة اللي بعده الدي 26 بقوة 2500 لومنز، راح يكون الليت بحجم أكبر، ياخذ بطاريتين لو تلاحظون بحجم 5200 ملي أمبير، راح يعطيك مدة أطول بالاستخدام بالإضافة إن بطاريتين. طبعا هذا راس الشحن، مجرد ما تركب عليه واير اليو اس بي تقدر إنك تشحن الليت مباشرة. أيضا عندنا هالموديلين، وهذه الموديلات طبعا حق الناس اللي تبي إضاءة عالية تحت الماء. فعندنا الدي 30 4000 لومنز والدي 28 3600 لومنز. طبعا كامل ملحقاتهم معاهم بالجنطة من شاحن بطاريات الأمور هذه، فتقدر تختار النوع اللي يناسبك بالاستخدام. ونفس ما ذكرنا كلهم راح يتحملون تحت الماء لغاية 100 متر، وهذا كافي للاستخدامات الطبيعية بالنسبة للغوص. طبعا التشكيلة كاملة من إضاءات بالإضافة إلى شواحن، وأيضا في موديلات مو متوفرة بالتشكيلة اللي قدامكم بالإضافة إلى تشكيلة الشواحن، راح تحصلونهم بالأفرع سواء الشويخ الجرين وأيضا مجمع السنابل بالإضافة إلى الأونلاين. راح نحط لكم لينك بالستوري تختارون من النوع اللي يناسبكم من إضاءات الإكستار أو شواحن الإكستار، تقدرون تطلبونهم أونلاين أو تزورونا الأفرع. حياكم الله.